عاشية حلول شهر رمضان الفضيل قمنا بجولة في أحد أسواق العاصمة للوقوف عند الأسعار المرجعية التي أقرتها وزارة التجارة والمقرر العمل بها بداية من اليوم، فلم نلاحظ سوى ارتفاع في الأسعار وشكاوى للمواطنين. شي غالي ما كاش نيفو دي كيلي ما بين صالة والمارشي. أسعار بزاف طالعة، كنت أنا كل يوم نقضي هنايا ندوز من في المارشي تاع كلوزات. كما قالت كلش رخيص، هما شافوا رمضان جا وما طلعوا كلش. التجار يرون بأن الأسعار جد عادية، مبررين ذلك بارتفاع الأسعار في أسواق الجملة، مطالبين المراقبين بالنزول إلى الميدان والنظر في قضية غلاء الأسعار في الشهر الفضيل. الأسعار هادو كاع نورمال، هم يجوا ماهمش يجوا منا من المارشي واخذ الضرب اللي راه يزيد في البري. الأسعار هادو الدولة ولا الشعب ولا يروح يتبع الميدان، يتبع الأسواق كيفاش هم يمشوا. بالمقابل ورغم الغلاء الذي تشهده الأسواق الجزائرية إلا أن الإقبال واسع، فالمواطن لا يملك بديلا سوى اقتناء ما يحتاجه بكمية أقل. لازم عليه واش يدير؟ ما عنده ما يدير، راه في يشري بالسيف عليه، إلا فاعود اللي يشري زوج كيلو يشري رطل. هف يخدم تاع الناس كما قالت رمضان نورمالمون يحطوا الاسعار ماشي يزيدوا يطلعوهم، هما لي زالجيريان يزيدوا يطلعوهم ما يحطوش. هكذاك الناس تشري تشري، ايه تشري واش ديري؟ بصح تشري على حسب قدورك. رمضان شهر الرحمة والغفران، إلا أن البعض يغتنمه فرصة للربح السريع.